هو يعني اجابه حضرتك على السؤال ده هوند الاخير ده الحقيقه اثارت فضولي في ان حضرتك مشكوره بتعمل لنا مقارنه سريعه بين الزمن اللي حضرتك ابرز نجومه بل ايقونه من ايقوناته والجيل اللي حضرتك بتمثله وبين او المرحله اللي حضرتك بتلعب فيها وبين المرحله الحاليه اخذا في الاعتبار بقى طبعا التقدم التكنولوجي في التصوير وفي نقل المباريات السوشيال ميديا اجور اللاعبين يعني حضرتك بتشوف الوضع ده ازاي لما بتعمل مقارنات كده بعد ما بتقرا خبر من الاخبار يعني ظلمنا احنا كنا بيصورونا انا 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 بالكاد اشوف نفسي في الملعب فين انا الصور بعيده وبلاك اند وايت يعني انا دلوقتي لما بشوف مثلا لقطه للاعيب كوره بيعمل يعني اي لعبه فنيه او كروس او حاجه كل حركه وبعدين زوم احنا ما شفناش عينينا في اللعبة. لا بس احنا كمشاهدين كنا بنشوف حضرتك بتشوف الملعب بس احنا شعر المرحله دي كانت مميزه حضرتك جدا كمان على الاقل انا كنت عشان شعري كتير كنت ممكن كان اي حد يلقطني لكن التصوير وقتها كان بائس جدا طبعا والكاميرات كانت قليله فبالتالي احنا ظلمنا مش ظلمنا يعني احنا برضو ما لقيناش الاعلام في الصخر بمعنى الحرف فعلا اكيد طبعا بالتاكيد وكمان دخلنا بقى بعد كده في موضوع انه السوشيال ميديا دلوقتي انا امبارح واحد سالني سؤال لقيت الاجابه بتاعتي في كل انحاء العالم واحد بعتها لي من كندا ثاني بعتها لي من مش عارف سنغافوره ليه لانه دلوقتي بتقدر تطلع على كل حاجه بتتقال صحيح. فانا بالتالي هذا الامر طبعا خلى بقى كل واحد يعلم كله صغير وكبير عن اللاعبين لكن اللي انا عايز اقوله انه الفتره اللي فيها التكنولوجيا عاليه جدا ما زالت الاجيال القديمه لها نكهتها ولها ادائها المتميز ولها يعني خبراتها صحيح. وفنياتها يعني في لعيبه كتير جدا ايامنا مثلا يعني انا مش عايز اذكر اسماء يعني كابتن محمود الخطيب مثلا في جيله انا لحد دلوقتي فنياته لم اشهدها يعني حتى اداؤه في ذلك الوقت بالرغم انه يعني من السبعينات والثمانينات لكن وغيره بقى وكابتن زيزو وكابتن طاهر الشيخ وكابتن محسن صالح مش عايز اذكر اسماء فبالتالي انا بقول انه السوشيال ميديا او الاعلام الحالي اللي رفع من اسهم اللاعبين وبعد كده نخش على موضوع كبير جدا سبونسر شيب الرعايه ادت اللعيبه ملايين اللعيبه بقى سعره يفوق اداؤه وقيمته عشان التنافس من اجل الحصول على اللاعبين رفع الاسعار بشكل غير متوازي او غير متزن مما جعل الارقام الان ارقام فلكيه لا تخضع الى قيمه هذا اللاعب او اداؤه فبالتالي انا اتمنى في الفتره القادمه دي انه يكون في تقنين او بورصه او حاجه معينه تحدد سعر كل لاعب زي ما بيحصل في انجلترا دلوقتي مفيش لاعب بتاخده باعلى من سعره طالما هو موضوع له سعر معين فالامور دي طبعا خلت برضو ايه التغالي في اللاعبين وهروب اللاعبين للفلوس في الاماكن الاكتر ودي كلها طبعا انتوا طبعا احنا شاهدناها في الفتره الاخيره فهي دي نقطه مخيفه قد تدمر الكره المصريه